إطار محاربة الجرائم والمخالفات المرفوعة في مجال الشرطة الخاصة بشتى أنواعها عبر إقليم مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمورة أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت من توقيف سيارة سياحية، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تفتيشا محكما تبين أنها محملة بكمية معتبرة من الأمعاء الغليظة الخاصة بالماشية أي الغنم، قدر وزنها بقنطار وخمسة كيلوغرام، بالإضافة إلى رفع الجناح التالية ضد المخالفين: عدم احترام شروط التجميد، سوء حفظ مواد سريعة التلف، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري. القيمة المالية للمحجوزات 31500 دينار جزائري. على إثر ذلك تم فتح ملف قضائي ضد المعني مع حجز البضاعة وإتلافها بحضور ممثل مكتب النظافة الصحة العمومية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة بغليزان مع تحرير محضر إتلاف. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة ببيجيان وأمديان وانديزات في خدمة المواطن 24 على 24 ساعة.